إصابة 9 أشخاص في هجوم حوثي استهدف مطار أبها السعودي، والتحالف يعتبره جريمة حرب. الجيش الليبي يقول أنه يدرس الرد على التهديدات التركية ويؤكد استمراره في ملاحقة الإرهاب بطرابلس. الرئيس الأمريكي يصف تجاوز إيران الحد المسموح به من مخزون اليورانيوم المخصب باللعب بالنار. موجز أنباء الخامسة صباحا من إكسترا نيوز، أهلا بحضراتكم. أصيب 9 أشخاص نتيجة هجوم نفذته ميليشيات الحوثي على مطار أبها السعودي في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم. قال المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي إن الهجوم تم بواسطة طائرة من دون طيار، ما يمثل إقرارا صريحا بالمسؤولية الكاملة عن استهداف مواقع مدنية، بما يرقى لأن يكون جريمة حرب. قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث أنه عقد لقاء وصفه بالمثمر مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في العاصمة الروسية موسكو. أضاف جريفيث في تغريدة نشرها موقع بعثة الأمم المتحدة في اليمن أنه تلقى دعما من روسيا للانخراط في مساعي تحقيق السلام. هذا ومن المقرر أن يستكمل جريفيث جولته بإجراء مباحثات في دولة الإمارات وسلطنة عمان. قال المتحدث باسم القائد العام للجيش الليبي أحمد المسماري أن القيادة السياسية والجيش يدرسان الرد على تهديدات تركيا. أكد المسماري في مؤتمر صحفي ببنغازي أن تركيا تشكل خطرا على الأمن القومي العربي وعلى ليبيا خصوصا، طالب جميع المواطنين الابتعاد عن المجموعات الإرهابية في طرابلس، مشيرا إلى أن الجيش سيشن غارات ليلية ونهارية على مواقع الإرهابيين هناك. أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان عن مليونية جديدة وعصيان مدني يومي 13 و14 من هذا الشهر للمطالبة بسقف زمني للتفاوض. قالت القوى في بيان لها أن العصيان المدني والإضراب السياسي سيكونان شاملان في كل القطاعات المهنية والحرفية والعمالية والشعبية في العاصمة والأقاليم. جاء ذلك بعد اعتراضات من قوى المعارضة على المبادرة الإفريقية بشأن الحل المطروح في السودان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تلعب بالنار بعد تجاوزها الحد المسموح به من مخزون اليورانيوم المخصب. أفاد البيت الأبيض أن ترامب تحدث إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وأكد أن بلاده لن تسمح أبدا لإيران بتطوير أسلحة نووية. يأتي ذلك بعد إعلان إيران أن مخزونها من اليورانيوم المخصب لمستوى منخفض قد تجاوز الحد المسموح به بموجب اتفاقها النووي المبرمي مع القوى الدولية الكبرى. انتقد تقرير لمجلة البرلمان الأوروبية الأوضاع الصعبة التي يعيشها العمال في قطر خلال مشاركتهم في تشييد البنى التحتية والملاعب الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. قال التقرير إن العمال الأجانب وخاصة من الذين ينتمون إلى دول في شرق آسيا لا يستطيعون التواصل مع ذويهم أو الشكوى من تأخر أجورهم، كما أنه ليس من حقهم المطالبة بجواز السفر في أوضاع تشبه السخرة حسبما أوردها التقرير. أشار التقرير إلى أن تدفق التقارير السلبية المتعلقة بالظروف التي يعانيها العمال في قطر أصبحت ظاهرة مستمرة على مدى الأشهر الستة الأخيرة. تابعوا دوما مزيد من الأخبار والتقارير عبر extranews.tv. إلى الملتقى بإذن الله.